بكم طلاب الصف الأول الإعدادي في مادة اللغة العربية. درسنا النهاردة من فرع النحو وهو بعنوان نائب الفاعل. طبعاً احنا عارفين نائب الفاعل لما اتكلمنا عن الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. فبيقول لي هنا نائب الفاعل هو أن يحذف الفاعل وينوب عنه المفعول به عند بناء الفعل للمجهول. خلاص احنا كده دي متفقين عليها؟ يعني أنا عندي الفعل مبني للمعلوم، تعالوا نراجع مع بعض سريعا. لما يكون الفعل مبني للمعلوم يكون الفاعل موجود، زي لما أقولك أكل محمد الطعام. طيب أحوله مبني للمجهول يعني إيه؟ يعني هحذف منه الفاعل وهجيب المفعول به وحطه مكان الفاعل، يبقى هو كده نائب عنه، وبما إني هو نائب عنه فهياخد إعرابه، يبقى الجملة أكل الطعام. طيب تعالوا بقى نشوف الأمثلة اللي قدامنا. حفظت الفتاة القرآن كاملا. ها أحولها إزاي؟ يلا نراجع نشوف الأول هو الفعل ده عندي ماضي ولا مضارع وإزاي بحوله. لو كان ماضي يا شباب بضم أوله وبكسر ما قبل آخره، واتفقنا إذا جاء الفعل متصل بضمير احذف الضمير تماما وشوف هو قبل الأخير، الحرف اللي قبل الأخير من الفعل فين عشان تعرف تكسره كويس. وإذا كان الفعل عندي مضارع فأنا هضم أوله وهفتح ما قبل آخره. يبقى حفظت الفتاة القرآن تبقى حفظ القرآن كاملا. عملت إيه؟ يبقى أنا عندي زي ما اتفقت معاكم، أنا هنا حذفت تماما الفاعل علشان أخلي الفعل عندي مبني للمجهول، وجبت المفعول به اللي هو اصلا بيكون منصوب بالفتحة وحولته لنائب فاعل، وبما انه نائب فاعل فاذا هيكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبقى الاعراب بتاع كلمة القرآن الاول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، اما في الثاني فهو نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبقى هي الكلمة ولكن موقعها الاعرابي تغير. نشوف مثال آخر. لام المعلم المقصرين. طيب هو لام ده يا ولاد فعل ماضي ولا مضارع؟ أحسنتم، ده فعل ماضي. طيب أجيبه إزاي صيغة مبني للمجهول؟ تبقى لِيمَ المقصرون. وأنا هنا حولت عندي من كلمة المقصرين إلى كلمة المقصرون لأن هنا يا ولاد كانت مفعول به، أما هنا جت بعد الفعل المبني للمجهول يبقى إذن هي نائب الفاعل. طب تعالوا نشوف مع بعض الإعراب. كلمة المقصرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، أما كلمة المقصرون فهي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. يبقى احنا هنا لما بنحول الفعل المبني للمجهول بحذف الفاعل تماما اللي هو عندي هنا كلمة المعلم، وبجيب المفعول به أحطه على طول بعد الفعل المبني للمجهول، بديله إعراب جديد وهو نائب الفاعل المرفوع. طيب زي لما يقولي مثلا أطاع المسلم والديه، هتقولولي طبعا إني أطاع ده هو الفعل الماضي والفاعل عندي المسلم، أنا جبت سيرة الفعل يبقى ده فعل مبني للمعلوم، ووالديه هنا هتكون مفعول به. طيب أحولها إزاي؟ تبقى أطيع الوالدين. اتفقنا مع بعض يا ولاد إن أنا بحذف الفاعل وبحذف أي حاجة بتدل عليه، مش والديه دي الهاء هنا عائدة على المسلم اللي هم والدي المسلم، أنا حذفت وهحذف ما يدل عليه وهعوض عن الضمير المحذوف بالألف واللام، يبقى أطيع الوالدين. طيب في ناس هتقولي ليه أنا ما قلتش أطيع الوالد وخلاص؟ لا هقولك ليه. أول حاجة هنا يا ولاد أنا عندي كلمة والديه دي عبارة عن شقين اللي هي كلمة والدي زائد الهاء، صح كده؟ طيب والدي هنا لما جبتها إضافة مع الهاء حذفت النون، أصل في قاعدة عندي بتقول عند الإضافة إلى الضمير أو إلى الاسم الظاهر تحذف نون جمع المذكر السالم، علشان كده أنا لما حولتها رجعت النون تاني علشان حذفت الإيه؟ الإضافة. يبقى كلمة والديه تعرب
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه إيه؟ مثنى، فعند الإضافة تحذف النون. ركزوا بقى فيها. والهاء، أي ضمير هيكون عندي متصل باسم يعرب؟ ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أي ضمير؟ أي ضمير. يبقى تاني، أي ضمير يتصل باسم ليه إعراب ثابت، وهو ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب كلمة الوالدان إعرابها إيه؟ طبعاً هي جاية بعد فعل مبني للمجهول، يبقى إذن إعرابها نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب المثال اللي بعد كده، أطاعت المؤمنة ربها. هنا أنا عندي ده الفعل والتاء دي، ركز معايا، دي تاء التأنيث علشان جاي بعدها مؤنثة، والمؤمنة هي الفاعل وربها هو المفعول به. ذكرت الفاعل عندي، يبقى إذن الفعل ده ماله؟ مبني للمعلوم. طيب تعالوا نحوله مبني للمجهول. يلا هنعمل 3 خطوات. أول حاجة هنحذف الإيه؟ الفاعل. أحسنتم، وفي ناس بتقول أحسنتم بتقول وهنحذف ما يتصل به اللي هو الهاء عشان عائدة أيضا على المؤمنة. وبعد كده هنجيب المفعول به ده ونحطه مكانه، وكمان ياخد إعراب الفاعل، تبقى أطيع الرب. طب انت ليه حذفتي هنا التاء؟ لأن التاء دي عائدة أيضا على المؤمنة، فأنا لما هحذف هحذف الفاعل وكل ما يتعلق به. يبقى كلمة ربها الأولى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والهاء الهاء جاية متصلة باسم، يبقى ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وكلمة الرب تعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المثال عندي اللي بعد كده، قرأ محمد القصة. طيب أحولها إزاي لمبني للمجهول؟ ها، ضم الأول واكسر ما قبل الآخر في الفعل، احذف الفاعل، واجعل المفعول به نائبا عنه ويكون مرفوع، تبقى قرئت القصة. واستخدمت هنا التاء لأن القصة مؤنثة فهي تاء التأنيث. طب تعالوا نشوف مع بعض كده الإعراب. القصة الأولى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أما القصة في المبني للمجهول تعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب مثال كمان، شاهد الجد المسرحيات. يلا نعربهم كده مع بعض. شاهد فعل ماضي، الجد هو الفاعل، والمسرحيات هتكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ليه الكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينسب ويجر بالكسرة. طيب يلا كده مع بعض، أنا عايزة أحوله المبني للمجهول. أول حاجة هضم الأول وهكسر ما قبل الآخر في الفعل، هحذف الفاعل تماما، وهحول المفعول به إلى نائب فاعل مرفوع، تبقى شوهدت المسرحيات. وكلمة المسرحيات هنا هتكون عندي هي نائب الفاعل، وأضيفت التاء لأن كلمة المسرحيات مؤنثة فهي أتت تاء التأنيث متصلة بالفعل. نراجع مع بعض على الإعراب. المسرحيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، والمسرحيات نائب فاعل لأنها أتت بعد فعل مبني للمجهول، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. الفعل بقى لما يجي يكون لازم، وهو إيه هو الفعل اللازم؟ هو الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول به، زي لما اجي هقول لك تحطم الزجاج في الصباح. طيب عادي جدا، تعالوا نمشي واحده واحده. اول حاجه الفعل تحطم فعل ماضي، ضم الاول واكسر ما قبل الاخر، الزجاج هو الفاعل يبقى لابد من حذفه. طب فين المفعول به اللي هيجي ينوب عن الفعل؟ مفيش، بس انا عندي جر ومجرور، في حرف جر والصباح اسم مجرور صح، هو ده اللي هيجي نائب عن الفاعل، ولكنه ركز بقى لا يعرب نائب فاعل، يعرب جر ومجرور كما هو. يبقى المثال تحطم في الصباح،
حتى انت هتيجي تسأل نفسك هو ايه الحاجة اللي اتحطمت في الصباح؟ انت بنيت الفعل للمجهول وحذفت الفاعل، فمش هتبقى عارف. يبقى الملحوظة هنا بتقول اذا كان الفعل لازما اي لا يحتاج لمفعول به، نحذف الفاعل ويسد محله الجر والمجرور ولا يعرب نائب فاعل. ابدا مستحيل ان انا اعربه نائب فعل، هو سيظل في الاعراب جر ومجرور. بعد كده بيقول لي اذا كان الفعل متعديا لمفعولين. احنا متفقين ان الفعل المتعدي هو الفعل الذي يحتاج الى مفعول به، وقد ياتي الفعل متعديا الى مفعول به او مفعولين او ثلاثه مفاعيل. في الحاله دي اعمل ايه؟ ينوب الاول اللي هو المفعول به الاول عن الفاعل ويعرب نائب فاعل زي ما احنا متفقين، والثاني يظل مفعول به. طب تعالوا نشوف أمثلة. أعطى الغني الفقير صدقة. طيب أعطى هنا فعل ماضي، علشان أحولها مبني للمجهول ضم الأول واكسر ما قبل الآخر. بما أن كلمة الغني هي الفاعل فلا بد من حذفها. طيب أنا عندي الفقير دي مفعول به أول وصدقة مفعول به تاني، هتجيب المفعول الأول وتحوله لنائب فاعل مرفوع، وكلمة صدقة ستظل كما هي مفعول به، فهتبقى أعطي الفقير صدقة. تعالوا نشوف كده الإعراب. يبقى الفقير مفعول به أول لأن الفعل أعطى ينصب إيه؟ مفعولين وعلامة نصبه الفتحة، وصدقة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب وكلمة الفقير نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنها أتت بعد فعل مبني للمجهول، وصدقة زي ما هي مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما إذا كان الفعل متعديا لثلاثة مفاعيل، ينوب الأول عن الفاعل ويعرب مفعول به. يبقى الأول اللي هو المفعول به الأول هيجي مكان الفاعل وهيعرب إعراب نائب الفاعل المرفوع. طب والمفعول به الثاني يظل كما هو، والمفعول به الثالث يظل أيضا كما هو، ولا يتغير إلا المفعول به الأول فقط. تعالوا نشوف مثال. أخبر القائد الجنود النصر ممكنا. أخبر القائد الجنود النصر ممكن. إحنا متفقين إن الفعل أخبر ينصب ثلاثة مفاعيل. طيب تعالوا نحوله للفعل المبني للمجهول، هتبقى أخبر الجنود النصر ممكنا. يلا نشوف الإعراب في المثال الأول. الجنود هنا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكلمة النصر مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وممكنا مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب كلمة الجنود مش أتت بعد فعل مبني للمجهول، يبقى تحولت إلى نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب وكلمة النصر مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وممكنا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب تعالوا بقى نشوف المثال ده. احنا متفقين يا شباب مع بعض ان انا عندي لما باجي احول الفعل من مبني للمعلوم مبني للمجهول الجملة بتبقى فعلية. طب تعالوا نشوفها مع بعض اذا كانت الجملة اسمية، لان هذا اسم من اسماء الاشارة، وعندما تبدأ الجملة باسم تكون جملة اسمية. هذا الكتاب قرأه محمد. عادي جدا، مش عايزاك تخاف ولا تتوتر، دور على الفعل والفاعل. ها قرأ هو الفاعل ومحمد هو الفاعل، احذف لي الفاعل ويحذف اي شيء يتصل به. طيب اعمل ايه؟ وكلمة قرأ فعل ماضي ضم اوله واكسر ما قبل اخره، يبقى في نهاية الجملة عند تحولها للمبني للمجهول هذا الكتاب قرئ. طيب تعالوا نشوف بقى هنا الفاعل فين او نائب الفاعل. نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ليه؟ هو مين اللي قرئ؟ الكتاب. يبقى انا عندي في ضمير عائد على الكتاب.
اللي هو نائب الفعل. بيقولي هنا بقى في المثال ابني الفعل للمجهول وحدد نائب الفاعل. يحتقر الناس ذا الكذب. يلا ها، مين حولها ومين حدد نائب الفعل عندي؟ طيب انا هنا عندي الفعل يحتقر، ده فعل مضارع، يبقى هضم اوله وهفتح ما قبل الاخر كما فعلنا، وبعدين هحذف عندي الفاعل وهجيب المفعول به وحوله لنائب فاعل مرفوع، بعد ما كان هنا عندي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، تحول بقى ذو مفعول به، ها لأ، تحول إلى نائب فاعل. أحسنتم، برافو عليكم. مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. طيب نشوف مثال كمان. خطط المهندسون المشروعين الجديدين. ها تكون ايه؟ خطط المشروعان الجديدان. ليه؟ علشان خطط عندي ده فعل ماضي، لما باجي ابني للمجهول بضم الاول واكسر ما قبل الاخر، بعدين هحذف الفاعل وهجيب المفعول به وحوله من حالة النصب بالياء الى حالة الرفع بالالف. وبما ان كلمة جديدين دي كلمة نعت، والنعت يتبع المنعوت، تبعه هنا في النصب، يبقى لابد أن يتبعه هنا أيضا في الرفع. مثال آخر، يكافئ رب العباد فاعلي الخير. يكافئ رب العباد فاعلي الخير. في ناس هتقول لي هو أنت يا ميس عايزاها مبني للمجهول إزاي؟ ما هي هقول لك لأ، ركز، هو مضموم أوله ولكن مكسور ما قبل الآخر، والفعل المضارع نضم أوله ونفتح ما قبل آخره. طيب تبقى يكافأ فاعل الخير، أنا حذفت الفاعل وما اتصل به، وكلمة فاعلي هنا يا ولاد اللي هي أصلها كلمة فاعلين. طيب ليه حذفت النون؟ لأنها أضيفت لاسم ظاهر، وهنا برضو بما إنها أضيفت لاسم ظاهر فأنا حذفت النون، ولكن حولتها من حالة النصب بالياء إلى حالة الرفع بالألف. بعدين بيقول لي حول الفعل المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم. ده بقى احنا هناخد هنا العكس. المثال الأول، أفيق النائمون. ها تبقى أفاق النائمون. أحسنتم. المثال الثاني، حقق الانتصار. ها تبقى إيه؟ حقق الجنود الانتصار. المثال الثالث، يوقر الآباء. أصبحت يوقر الأبناء الآباء. طيب تعالوا نشوف حاجة كمان. لما يقول لي صوب الخطأ في الجمل الآتية، في حاجة خطأ ومطلوب إن أنت تستخرجها. يحترم ذو الأخلاق الرفيعة. ها يا ترى فين الغلط؟ طبعا تبقى المثال يحترم ذو الأخلاق الرفيعة، لأن هنا لازم يكون نائب الفاعل مرفوع، وبما اني هو من الاسماء الخمسة اذا لابد ان يرفع بالواو وليس الالف. قرئ الكتابين. الخطأ عندي في الكتابين، ولابد ان تتحول الى قرئ الكتابان، لان الكتابين هنا في محل نصب بالياء، اما نائب الفاعل لابد ان يكون مرفوع، فهحولها للرفع بالالف لانه مثنى. عوقب المقصرين. ها يبقى الصح بتاعها عوقب المقصرون، حولتها ايضا من حالة النصب الى حالة الرفع لان نائب الفعل دايما مرفوع. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس، والى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية.